بسم الله الرحمن الرحيم. حضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة طيبة اليوم أن نزور محافظة ديالة ونلتقي بالحكومة المحلية والسيدات السادة أعضاء مجلس النواب بحضور السادة الوزراء والسادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين. هذه هي منهجيتنا في المتابعة وزيارات الميدانية للمحافظات للوقوف على مشاريعنا ونسب التنفيذ وأهم المشاكل والمعوقات التي تعترض تنفيذها، وأيضا للقاء المسؤولين وباقي الفعاليات الاجتماعية. في هذه الحكومة دائما ما نؤكد على مبدأ اعتمدناه منذ اليوم الأول، وهو العمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية. محافظة ذراع التنفيذي الثاني للحكومة بعد الوزارة، ونوليها أهمية ودعم حالها حال الوزارات. واليوم مع وجود الحكومة المحلية المتمثلة بمجلس المحافظة فتكتمل الحلقة، حلقة رقابية، حلقة ممثلي أبناء المحافظة في المجلس هذه المحافظة، اللي دائما نوصفها أنها محافظة تمثل عراق مصغر لتنوعها القومي وعشائرها الكريمة، وأيضا حجم التضحيات الذي قدمته هذه المحافظة سواء كان في مرحلة النضال ضد الدكتاتورية أو في تأسيس العملية السياسية بعد 2003 وموجة الإرهاب التي كانت تستهدف المحافظة بشكل مركز في السنوات الماضية. كان هناك نشاط لعصابات الإرهابية في هذه المحافظة لإيقاع الفتنة، كان الاستهداف واضح ل إعاقة الانسجام والتعايش السلمي وأيضا لتعطيل الدولة عن القيام بمهامها. احنا بالمقابل نريد نترك الحديث الأمني مع الأمنيين، عندنا العمل وعندنا الإصرار لحفظ الأمن والاستقرار، لكن بالمقابل يراد لنا عمل لا يقل عن عمل الأجهزة الأمنية في مجال تقديم الخدمات. اليوم المواطن يقيم الدولة والنظام السياسي والعملية السياسية برمتها على مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الخدمية. ده تشوفون المواطن وردة فعله من يشوف أكو مشروع خدمي، من يشوف أكو منجز يتحقق. الدولة وفرت التخصيصات المالية والمؤسسات الدستورية القانونية موجودة، حكومة، وزارة، مجلس نواب، محافظ، مجلس محافظ، وكفاءات ما شاء الله موجودة، قراءة للمشهد وماذا نحتاج أيضا، قطاع خاص موجود. إذن علينا العمل. أكيد أكو مشاكل ومعوقات، وإلا اليوم بالجولة البسيطة هذه منذ الصباح وإحنا نجول في بعض المشاريع، أغلبها مشاريع بنى تحتية، في مشاريع من 2011 متأخرة، مشروع المستشفى من 2009، مشروع مجاري خالص 2011-2012 باشر. المشاريع المتلكئة وضعناها أولوية بالنسبة لنا كحكومة، يعني ما تنصلنا من عدها ونقول والله مشاريع الحكومات السابقة ما لنا علاقة، يعني هي واقع حال الآن في ديالة. أي خدمات ممكن نقدمها بهذه المناطق إذا ما نكمل المجاري؟ احنا هسه بدينا نفكر انه بمجرد اكمال الخدمات المجاري الأحياء ندخل خدمات بلدية وأرصفة وتبليط وغيرها. فمسألة اكمال المشاريع المتلكية أولوية بالنسبة لنا. نجي بعدين للمشاريع الجديدة سواء كان ضمن تخصيصات المحافظة أو تخصيصات الوزارات، وهذه أيضا موجودة في
تنمية الأقاليم، بترول ودولار، جدولها، إضافة إلى مشاريع البنى التحتية اللي تبنتها الحكومة، ووضعنا أيضا مجموعة مشاريع. مشاريع المحافظة ومشاريع الوزارات بنى تحتية، ما ريد شغل إحنا بصراحة شغل انتخابي أو شغل مال مؤقت، لا أريد أن أسس للبنى التحتية. من المعيب على الدولة، إحنا بال 2024 نتحدث عن البنى التحتية، مو صحيح. هذه البنى التحتية يفترض أساس نبنيه وننطلق بعدين لباقي المشاريع. حتى من نفكر بقطاع اقتصادي ومستثمر، ماكو مستثمر يجي ويستثمر أمواله في محافظة في مدينة ما بيها بنى تحتية أبدا. واحدة من أهم مقومات الاستقرار هو إكمال مشاريع البنى التحتية، لذلك تشوفون تركيزنا في كل المحافظات على هذا القطاع. احنا دائما نأكد أهمية العلاقة بين المتصدي بالحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية مع المواطن. واحد من أهم الأسس لبناء هذه العلاقة وهذه الثقة هو أنه يشعر المواطن أنه الموجود المتصدي حريص على المال العام، يستخدم هذه الأموال في مكانها الصحيح، بدءا من التخطيط ومن ثم الإدارة، إدارة هذا المشروع ومتابعته بالشكل الصحيح. مواطننا ترى طلباته بسيطة، مجرد يشوف الآلية قاعد تشتغل ويشوف الفني ويشوف الموظف موجود ويشوف الخدمة في المركز الصحي، في دائرة البلدية، في دائرة الزراعة وهكذا، يعتقد ويقتنع أنه فعلا هذه الإدارة رشيدة وممكن تقدم له الخدمات. فشقد ما نهتم بهذه التفاصيل، مشاريع وتخصيصات وإدراج مشاريع وغيرها، القضايا الفنية المالية الإدارية، علينا أن نهتم بهذه الجوانب لأنها تمثل رسائل مباشرة للمواطن. فكل مدير دائرة، كل مسؤول لازم يتابع موظفينه ويتأكد من سلامة الإجراءات ويدقق بهذه الإجراءات، هل هي فيها تعطيل؟ ترى بسهولة الموظف يجي المواطن وقال تعالي فد أسبوع، ما تدري ايش قد تخلق هذا في داخله معاناة. هذه ما يراد لها تخصيصات، يراد لها حسن إدارة، وكل مدير دائرة معني بهذا الجانب. ومجلس المحافظة اليوم بالتأكيد من واجباته الرقابة وتقييم المدراء والمسؤولين التنفيذيين على هذا الأساس. بنفس الوقت مجلس المحافظة مطالب أن يدعم التنفيذيين بدءا من السيد المحافظ ومدراء الدوائر. أي نجاح يتحقق للمحافظ وإدارته التنفيذية بدوائره هو نجاح لمجلس المحافظة وللقوة السياسية اللي موجودة في المحافظة. احنا فريق واحد، إذا أريد ندخل بالتدافع والتنافس تنتهي الدورة وما مقدم من شيء. فأتمنى على الجميع، حكومة محلية والدوائر، أن يضعون هذه النقاط وهذه الملاحظات في سلم اهتماماتهم.